وللحديث أكثر عن الدور الإنساني لوزارة الداخلية ومردودها الاجتماعي، معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية وكل عام وحضرتك بخير. يعني وزارة الداخلية أصبحت الآن حاضرة بقوة في كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية، كيف تقرأ هذا النهج الجديد للوزارة؟ الحقيقة الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية بيتوسع بشكل جيد في العلاقة مع الجمهور بالذات. يعني مناطق الصحراء دي مش أول مرة ينظموه، قبل كده نظموا يعني فعاليات الشباب والأطفال، ويعني السيدات النهارده في عيد الأم. فكرة التواصل وتقديم الخدمات المباشرة للناس والمعارض والسلع بيوسع هذا الدور وبيخلي الداخلية جزء، وهي بالفعل جزء من المجتمع المصري وجزء من المجتمع بشكل عام، وبيكسر الحواجز اللي ممكن تبقى موجودة بين الداخلية وبين المواطنين. وأظن المناطق الحضرية تستحق اهتمام الداخلية واهتمام كافة الحقيقة المؤسسات في التضامن وغير، استمرارا لفكرة دعم التعليم والتثقيف والوعي في هذه المناطق بشكل، لانه الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فكر في نقل سكان العشوائيات ما فكرش فقط الدوله هنا، ما فكرش فقط في المباني او ايواء القدريه تكون قابله للتوسع وفيها كافه العناصر المختلفه الاجتماعيه والاقتصاديه وغيره، وقرب من اعمالهم بالشكل اللي يخليها مجتمعات قادره على انها تكون منتجه، وانه الاطفال يتخرجوا. والرئيس قال منذ البداية انه لا يليق بنا ان يكون العشوائيات موجودة او اجيال تطلع في جو. يمكن ده يخليني اسالك يا استاذ اكرم، يعني انه اذا كان اهتمام وزارة الداخلية بينصب في المقام الاول على المناطق الاولى بالرعاية، ما تأثير ذلك في اطار النهج التكاملي لجميع مؤسسات الدولة على اولا الحالة الاجتماعية والإنسانية للسكان في هذه المناطق، وايضا على التطور العمراني لهذه المناطق؟ التطور الاجتماعي مهم جدا، واظن انه الداخليه زي ما احنا اشرنا في معارض او فعاليات للشباب والاطفال يقدروا يمارسوا رياضات يتحركوا في مناطق مختلفه، فده جزء مهم قوي من نهج الدوله في تغيير المفاهيم بشكل كبير. والداخليه اعتقد مبادره كلنا واحد احد المبادرات المهمه للرئيس عبد الفتاح السيسي مع مبادرات اخرى الحقيقه، دي بتصب في طريق تغيير هذه المجتمعات بشكل يخليها قابلة للنمو وقابلة للتحرك بشكل يخليها فعالة في المجتمع، وانه اجيال تطلع تتعلم بشكل جيد، تتثقف بشكل جيد في مكتبات، في دور رعاية، في مدارس، في غيره مكتبات، في زي شفنا المحاضرات اللي حصلت في عيد الام، ازاي الامهات يحافظوا على الاجيال الجديدة من المحاضرات من الفكر المتطرف، ازاي يفكروا باستقلاليه وبقدره على التفاهم، وانهم يبقوا مدركين اللي بيحصل بشكل جيد وبوعي حقيقي وببساطه تقدم لهم المعلومات، ويبقوا قادرين على فرز هذه المعلومات لانهم هم الاجيال الجديده اللي بيقودوا وبينظموا وبيمثلوا اتجاهات مختلفه بعد ذلك في قياده البلد وفي المناصب المختلفه، فيبقوا لديهم الوعي الكافي للتعامل مع هذا الامر. فدي جزء مهم سواء الداخليه او مبادرات الرئيس لاستمراريه هذه المناطق الحضريه بالشكل اللي يخليها قابله للتوسع وقابله لانها تكون جزء فعال ومهم ومنتج في المجتمع وقادره على صيانه نفسها وحمايتها من هذه من اي افكار او غيره بالوعي وبالاجيال المختلفه، لانه توعيه هؤلاء الشباب هو اللي بيخليهم ينقلوا الوعي بعد ذلك الى مناطقهم والى زملائهم والى اجيالهم المختلفه. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.